بتشوف ان انت مبتلى في الحياة، فقد والدك واخوك ووالدتك وحماك وحماتك. بص انا بشوف ان انا عندي صورة، الصورة دي يعني يمكن انا بس، الصورة في موجودة على الانترنت في عزة حماتي دلال عبد العزيز الله يرحمه، وانا واقف باخد العزة في الترب ولابس ماسك كده، بس نظرة عيني عشان ده احساسي انا في الوقت ده. يعني انا اصل والدتي توفت، حماتي مريت بثلاث تجارب حسيت ان انا هزمت فيهم، اتهزمت كان برجائي اللي ربنا سبحانه طبعا ده عمرهم يعني اني يعيشوا صلاة وبكاء ودعاء، وطبعا هو قدر، بس حسيت بانهزام. كنت واقف ابص على المونيتور بتاع الاكسجين والحاجات وبتاع وبحاول اساعد. ده وقت مدام دلال مثلا والدتي، والدتك مفيش، حاولت ان انا عايز تعمل اي حاجه تنقذ، تعمل اي حاجه، تجيب عقدك دواء، تبيع نفسك، تجيب لو في دواء لو ينفع يقتلوك، اي حاجه. بتقف عاجز، ما في عاجز انك تعمل حاجه، واغلى حد في حياتك بيروح. مش عرضت على دكتور قلت له خد اي حاجه من عندي لا ما هو ما كانش فيه حاجه تتعمل للاسف. ما هو انت الحالات ويشاء قدر ان حماية بيتوفى على نفس في نفس الاوضه ونفس السرير اللي امي توفت عليه، وما كنتش قادر اروح المستشفى. رحت المستشفى، كنت اتمنى نروح اوضه تانيه، رحنا اوضه تانيه، لف القدر ان كان حماية يتنقل في نفس الاوضه اللي والدتي فيها، فكان القدر بيعيد نفس بشوف نفس التجربه ونفس البتاع، كان شيء صعب. فامل وما ينفعش قدر بتاع ربنا. ثم برضو حمايتي اللي كانت مفاجاه رحيلها دي في ثواني كده، كان كنتش متوقع خالص، فحسيت بانهزام رهيب. فعندي نظره كده، صوره كده وانا باخد عزا، بس انا سرحان ببص كده، عارف انت. ف انا يعني بحس ان انا شفت في حياتي من بدري حاجات كتير قوي، من اول اخويا وخلي بالك الحاجات مختلفه بالنسبه للناس. يعني انا بشوف حد ممكن اخوه توفى وعادي زعلان عليه، بس مش خلاص بقى يعني الحياه بتمشي. وشفت ناس صحابي اهلهم ماتوا عادي بيحبهم كل حاجه، بس قشطه الحياه ماشيه. مش فهو بتختلف من شخصيه للتانيه، وربنا بيختبرك في الصعب بالنسبه لك. يعني انا كنت بدعي ربنا يا رب، مش ماليش طموح في حاجه خالص طول عمري، ما مثلتش قشطه، بقيت معايا فلوس معيش فلوس تمام، ولا حد يعرف يزعلني خالص، ما بزعلش انا، لان كل حاجه باخدها من وانا صغير عندي فلسفه عظيمه، يعني بكره جاي قشطه. فكنت طول عمري مع اصحابي، انت مش حابب تزعلك؟ لا، عشان انا فاهم الحياه بتاع، اخد فلوسي اصرف على طول مصروفي، يبقى مفلس، واخويا بقى هات وبتاع، والحياه كانت جميله. بس كنت بقى لها بس يا رب الحاجة اللي مش هقدر عليها ان حد من اهلي يحصل له حاجة، فيا رب انا اول واحد اموت فيهم، او خلينا كلنا مع بعض، او فربنا يعني الحمد لله اختبرني في اللي انا كنت بدعي، فاهم؟ وفي وقت بقى ايه، مش وانا صغير، مش في عز ما لسه ظهرت الشباب، لسه 19 سنة ولا 20 سنة، اخويا وموتة جامدة، والموت مفاجأة ده شيء صعب طبعا، وابويا كان صحته حلوة برضه، موت فجأة. فعشان تبدا تشتغل وتعمل شغل، انا مش عامل مشروع حد بيروحه ولا بتاع، انا لازم انا بنفسي بطاقتي بحيويتي بالتنافس والبتاع اخش فين بقى. انت عندك فاهم يعني، ممكن من حظ زمايلي اللي حصل ده،